بوليوود. ايزي 5 بوينتس. نشوى مصطفى كانت رقاصه فيلم ايه؟ بتاعت الرقاصه. رقاصه معاصر. مشهدك يا مشهدك. ده 15 بوينتس. ده هارد. 15 بوينتس. واو. محمود الجندي كان صاحب محل ادوات صحيه في فيلم ايه؟ حرب العالميه الثالثه. واو لا بقى لا بقى. واو واو استاذ جامد جامد. ايه ده؟ لا طبعا ما عنديش المعلومه. هارد 15 بوينتس. علي معزه وابراهيم. سليمان عيد كان عايز يلبس باروكا في فيلم ايه؟ العيال هربت. بص كده ما اعرفش. انا مش عارف. زي ايه لون الاقرع كده؟ والله مش عارف. شغال الكيو كود؟ شغال. جبته وعرفته؟ يا ظرف طارئ. اوكي ايه تمام. محدش كسب. طبعا هارد صعب. اوكي ايزي 5 بوينتس. احمد السقا كان نفسه يبني مصنع غزل له ولابوه في فيلم ايه؟ تيتو. يمكن تيتو. يلا تيتو. كان نفسه. لا 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 اللي كان فيه قنصل اللي هو اسمه ايه؟ سكان. سكان واقف. هارد 15 بوينتس. منى زكي اختارت الراجل الصح في فيلم ايه؟ اللي مع احمد السقا ده. احمد السقا ولا لا؟ مش عارف. احمد حلمي. ايه ده؟ انا حطيته كده على الكاميرا. ايوه اسم فوق الكاميرا بيجي على طول. جاب لي اسم الفيلم مش الويب سايت. ايوه 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 عمل كده ابو علي بالظبط. ايوه ابلكيشن. مش ابلكيشن على الاحترام والله. مش ابلكيشن خالص. هو كاميرا عادي. سكان عادي. كان سكان منيو. حتى دلوقتي علي مصايب. ابو علي. ايزي 5 بوينتس. كان بيتعامل واكن كانت حلوه قوي في ابراهيم الابيض. بجد؟ ايوه صح. انا ناسي كتابتك حلوه قوي. ايه ده؟ صح. ايوه مش فاكر اسم الفيلم بس راجل صايع قاعد كل النهار. هو ادينا فرصه بس نفكر يعني. انت عارف ادينا فرصه حد كومبيتيشن. كومبيتيشن. الافلام كلها في حقبه روتانا سينما اللي هي لما اول ما طلعت وجابت افلام كتير كده. هو ايه روتانا سينما سبونسر ولا ايه؟ لا والله خالص. بس عشان متوقع عليها. دي لسه على لي سكه. قول لي السكه ايه؟ لا والله دي ابدا. علينا فلوس في الناس خالص. نلعب وخلاص خالص.